طيب معانا عبر الهاتف الحكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريش، الحكم الدولي السابق. كابتن جهاد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وبصب على منى صباح الخير عليكم. سمعت الكابتن منى بتتكلم؟ كابتن انا سامع اخر كلام، يعني قبل كده مش سامع، ما سمعتش، ما شفتش، بس سامع اخر كلام. يعني انا عايز اسمع رايك. الكابتن منى زعلانه جدا ان هي ما بتاخدش فرصه في التحكيم الدولي، وانها عندها واضح انها في مشكله مع الكابتن عصام ان هو ما بيديلهاش مساحه كبيره للتحكيم، ويعني هي بتتكلم بتاثر شديد جدا ان هي مشوار طويل 22 سنه ومش قادره تاخد المساحه اللي تستحقها، فعايز اسمع رايك. والله انا رايي في منى هيبقى مجروح، لان انا عارف منى بقى لها فتره كبيره جدا في الاتحاد الافريقي ولها مكانه كبيره في الاتحاد الافريقي كخبرات كبيره، وعشان يوصل مساعده زيها في الاتحاد الافريقي من مصر محتاجه سنين طويله، فكان الطبيعي ان الخبرات الكبيره ديت لما تبقى موجوده نحافظ عليها ونساندها ونكبرها، لان في الاخر منى مش هتمثل نفسها، منى في الاخر كانت هتمثل مصر في بطولات افريقيا او ماتشات افريقيا، فكان الدعم ليها ده واجب بغض النظر مين اللي موجود، يعني بغض النظر مين المسؤول على التحكيم، يعني فده كان واجب ان يقف معاها ويساندها ويدعم ليها في الاخر انت مش بتدعمش منى، انت بتدعم مصر. ده اللي اتكلمنا فيه قبل كده كريم، والناس وهاجمنا الناس وقلنا يا جماعه لو سمحتوا كل واحد ياخد حقه عشان بلدنا وعشان اسم مصر وعشان التحكيم المصري يبقى موجود في كل المحافل الدوليه بصوره محترمه، فده اللي منى بتنادي بيه واللي انا ناديت بيه قبل كده واللي هننادي بيه بعد كده، طول ما احنا موجودين هنتكلم على التحكيم المصري وهنتكلم ان الصوره تبقى كويسه. يا جماعه دي مسؤول موجود على كرسي يراعي ربنا في اسم مصر في التحكيم الدولي. عظيم جدا. طيب انا عايز اسالك، ايه رايك اصلا في فكره انه التحكيم النسائي او عنصر النسائي يبقى موجود في مباريات الدرجه الاولى، مباريات الدوري الممتاز، رايك في ايه في هذا الامر؟ بص يا كريم، زي ما هو زي ما الفار بقى بالنسبه لنا دلوقتي بقى حاجه طبيعيه جدا موجوده وهيبقى موجود في كل دول العالم مش في مصر بس، ده طبيعي جاي، فالتحكيم النسائي خلاص بقى امر واقع في كل دوريات العالم، وبالذات الدول اللي بتفكر ان الحكامات بتاعتهم حكام او مساعدين يوصلوا لكاس العالم ويمثلوا بلدهم في كاس عالم سيدات. فطبيعي جدا ده يبقى متواجد، لو ما كانش متواجد في في في, في المستويات الاعلى في البلد استحاله يوصل للمستوى الاعلى في البلد في افريقيا او الاتحاد الدولي. فده شئنا او ابينا، ده جاي يعني زي بالظبط الفار لما جال عندنا برضه، ده شئنا او ابينا موضوع التحكيم النسائي ده موجود وموجود بقوه، ولازم نواكب العصر عشان نوصل زي ما التحكيم الرجال عايزين نوصلهم لكاس عالم، برضه نفس الكلام في نفس الشغل، برضه التحكيم النسائي والكره النسائيه برضه الناس توصل نفس المسافه ان شاء الله. طيب ليه احنا شفنا شويه، انا بسالك عن رايك، يعني ليه شفنا حكام من العنصر النسائي موجودين في بعض المباريات في كاس الرابطه في كاس مصر، ليه ما بنشوفهمش بعدد كبير في الدوري الممتاز؟ ليه ما بنشوفهمش بعدد متتالي وبكثره في المباريات؟ تصورنا مع البدايه دي انه هيبقى في كثره للحكام من العنصر النسائي، ليه تحس انه الموضوع كان يعني مره ولا مرتين وخلاص ما بنشوفش تاني؟ هو بس الوضع في الحالي في الدوري المصري صعب يا كريم، كلام منتهى الامانه، صعب لان في اخطاء تحكيميه موجوده في فرق بتشتكي كتير، ففي اخطاء تحكيميه موجوده، فصعب انت بتتكلم على حكم صغير بتطلعه ممكن تخلص عليه في ماتش من ماتشات الدوري الممتاز، بالذات لو اخترت له الماتش مش المناسب، زي هتكلم على سبيل المثال ماتش ايستر كومباني وسيراميكا، ما ينفعش تحط فيه حكم صغير، حكم صاعد واعد، اي نعم حكم صغير وكويس و26 سنه، بس بتتكلم في نوعيات ماتشات ما ينفعش تحط فيها حكم صغير، فبنتكلم ان عشان في الوقت ده تدي فرصه لحكمه او حكمه مساعده في الدوري الممتاز هيبقى صعب جدا. كاس الرابطه كانت هي معلش يا كابتن جهاد، معلش انا هقطعك، انا اتفهم فكره حكم صغير او حكم لسه صاعد انه ما ياخدش عشان الخبرات والموضوع بتاع الضغوط الجماهيريه وضغوط المباريات تاثر عليه، لكن لو حكم من العنصر النسائي له خبره في المباريات خبره طويله ليه ما يلعبش؟ يعني هو في النهايه هيبقى هو بينفذ القانون اللي بينفذه الراجل مع الفار اللي بيساعد الراجل والامور هي واحده يعني. لا ما هو انا احنا بنتكلم على 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 الثقافه المصريه وعلى رد الفعل اللي هيبقى موجود في دوري محتدم، في دوري ماتشات مهمه، في ماتشات النقطه تفرق، فهو طبعا ان انت تاخد الجرأه كلجنه حكام تدي لحكم او مساعد حكم نسائي حتى لو عنده خبرات في الوقت ده هيبقى صعب، بالذات ان في مشاكل حاصله في الماتشات، في فرق بتشتكي، ففي المشاكل دي بتخليك غصب عنك
تقلق وبالتالي ترجع لورا خطوتين. انت كنت اديت فرصه في كاس الرابطه كبطوله وديه اول مره تتعمل وكده، فصعب قوي تعملها في ماتشات دوري ممتاز في الوقت ده. لكن هو المفروض الطبيعي يبقى موجود، في فرصه موجوده والعنصر الانساني موجود في الدوري الممتاز بطبيعه الحال. لو الدنيا ماشيه بثبات والتحكيم ماشي كويس هتلاقي الموضوع ده موجود، وهتلاقي في فرص تتاخد سواء حكام او مساعدات مصريات يعني.